السنه دي رابطه الدوري الانجليزي عملت حاجه مهمه جدا في رمضان، قررت انه يكون في استراحه في الماتشات وقت ميعاد الفطار عشان اللاعبين المسلمين يقدروا ان هم يكسروا صيامهم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في نجوم كتيره جدا مسلمين بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، على راسهم طبعا نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وكمان المغربي الدولي اشرف حكيمي وكريم بنزيما ورياض محرز واللاعب الفرنسي بول بوجبا. تعالوا نشوف ونتعرف على طقوس اللاعبين الدوليين في رمضان. في تقليد جديد، رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت قراراً يتعلق بإقامة المباريات خلال شهر رمضان المبارك، حيث منحت استراحة قصيرة في اللقاءات التي تلعب في المساء خلال الشهر الكريم لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول الإفطار وكسر صيامهم. وقد لاقى هذا القرار قبولاً كبيراً، خاصة مع حرص اللاعبين المسلمين على الصيام والاحتفال بطقوس شهر رمضان. البداية مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، الذي يحرص دائماً على تعليق زينة رمضان في منزله قبل قدوم الشهر الكريم للحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التي يفتقدها نجم الريتس في رحلته الاحترافية خارج البلاد. وشارك المغربي الدولي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو قصير عبر ستوري حسابه على إنستغرام لزميله في النادي الفرنسي كيليان بابي وهو يعيش معه أجواء شهر رمضان المبارك. وظهر في الفيديو الذي نشره حكيمي عبر حسابه على إنستغرام كيليان بابي وهو يصب الشاي المغربي مع تعليق أجواء رمضان. أما كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني فقال في حوار مع مجلة سكواير الأمريكية: لا أثر لصيام شهر رمضان على حياتي اليومية، رمضان جزء من حياتي وديني يجعل رمضان فريضة، وأشعر أنني بحالة جيدة عندما أصوم، أنا ممتن لرمضان لكوني في صحة جيدة. ويحرص النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي دائماً على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: رمضان مبارك إخواني وأخواتي، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وغفر لنا ذنوبنا. أما نجم مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي بول بوجبا فيحتفل دوماً بأي مناسبة دينية إسلامية، ومع بداية شهر رمضان الماضي نشر صورته وهو بالقرب من الكعبة في إشارة إلى التزامه بصوم الشهر الفضيل كاملاً.